بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وقراءة في كلام مسؤول بعد كثير من الكلام غير المسؤول. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، حلقة من المؤكد أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية شديد الحساسية، لكن علشان كده يمكن اخترنا عنوانها الرئيسي حتى يضع حضراتكم أمام الصورة كاملة بكل الأمانة والمسؤولية والوضوح والصراحة. حلقة عنوانها الرئيسي إن لم يكن الآن فمتى؟ إن لم يكن الكلام الصحيح الصريح النهاردة فهيكون إمتى؟ إن لم يكن الاعتراف والتأكيد والتوضيح والمسؤولية فإمتى هتكون؟ وإن لم يكن هنا يا باشمهندس فأين؟ لا، لازم يكون هنا وفي كل مكان على شاشة القناة ووسائلنا الإعلامية. وأيضا لازم نعرف إمتى نقول إيه وإمتى نعمل إيه. ولازم نعرف إن في أوقات العمل أهم من الكلام. أيوة، أظن إن احنا في هذه اللحظة، لكن هذا لا يمنعنا من تحليل المشهد كاملا كما حدث. تحليل المشهد مش هننجرف بعواطف المشجع، خلاص مفروض إن احنا كلنا خلاص فرغنا الشحنات اللي عندنا، لأنها الحقيقة مسألة كانت صعبة، ما كانتش سهلة أبدا بالملابسات اللي حدثت بيها، انك انت يعني في الاخر تخسر بالشكل اللي حصل ده، ولكنها دائما المقدمات تشي بالنتائج. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم، ان لم يكن الان فمتى؟